سي السفياتي. اذا هنا كيف شفنا هذا السور، هذا السور هذا على الباب ديال اللي سميتيه باب الخوخه. كيف كنشوفوا اللون كيفاش كيولي ملي كيترش بالماء. اذا فعلا قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. والسور ها هو السور كيفان دابا حي، هذا السور وهذا الباب. اذا واحد الا عنده فيلا ديالو ولا علاش لي ما يديرش بحال هاد الامور عنده في الدار، دار لابس يكون دار لابس هاد الشيء هذا كيكون بزاف ديال البلايص. هادي فونتين تاعي ياك سقايه. هادي هادي فونتين هذه هادي سقايه هادي من الطوق ديالي هادي ثاني. هادي شحال كتاخذ ديال الوقت باش كتصاوب؟ هادي من 11 صامته. هادي راه الوجه ديال الارض ديال الدار البيضاء هذا. هذا راه الا ما كانش الضوء ما يمكنش باش تخدم هاد الحجر هذا. وشحال ديال الوقت باش كتصاوبها؟ وهادي كذبش عليك عام مني شاطيه الحضره ما قديتش خدمه في الشاقور. صبرت عليها حتى جا رد رمضان هذا قلت ليها غادي نخدمك في هذه المناسبه هذه خدمتها. وشحال مازال ما ساليتش شحال من يوم؟ وتقريبا غتاخذ سيمانه ديال بغيتي الفينيا نعطيها المولى. لا ملي كتاخذها حجره وتبدا خدام فيها. تقريبا تصبر هذه حتى الفينيسيو ديالها ست سيمان. سيمانه ديالها. سيمانه باش نكمل ديال العمل المطني. وهذه كتبان لي بحال شي شوميني. هذه شوميني شوميني ديال ديال شوميني ديال 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 هذه في الدار الداخل في الدار. هذه غير قبيله. خمس سبانير خمس سبانير. هذه غير قبيله سولتك وبركتي كتضحك على هذا الشوميني. وقلتي عندك شي قصه مع هاد الشوميني هذه. يعني كيفاش صوتي هاد الشوميني هذه؟ هذه غير بان لي اوباما لابس كومبلي هاد الكاتالوج لابس كومبلي مزيان. خد ديك الصوره ديالو افتخر رئيس ديال امريكا افتخر بزاف وكتبكي على شي شوميني بحال هكا ديالو. لا بلادو خادمين ليه الرخام في البلاد ديالو. نسيتها حتى حفانه بقيت حاطها عندي في الدار مده كثيره. نهار اللي جاب لي الله تيسير في الدار البيضاء هاد شي كليان شاطي مع هاد الرخام هذا رخام مصيف قلت لي اجا اوباما لا كانت تدا في الميريكان راه الغزوه هادي ومازال ما عنديش دوزان ومازال ما عنديش اللي قبال الضو كون عندي الضو شوف كون عندي الضو انا في الحياه ديالي كنت غتشوف مني العجب يعني هنا ما عنديش خيط ديال الضو ما شادوش في يدي خيط ديال الضو مول نوريك الضو واش كيخرج من مولك ما عنديش يعني فعلا كتبان اللوحة. أنا مازال الخدمة مازال. أنا قربت لك المسافة، ما راه خصك تحرش من الصورة ديالك، ولا تجيب الماكلة تحسن وجهك. سمعتي؟ الحقيقة ديال هاد السرادة راه خصك تسالي والعمل تجيب الماكينة بلا ما دير المراية. غتجيب الماكينة غتحسن. كيولي صافي بحال المراية. تحرك الصورة ديالك تبان. لأنه الرخام هذا. وهذا بحال هاد الصورة دابا هاديك بحال هاديك ودابا ما غنتحركو ما غنظهروش ما غنبانوش كنبانو فيه راه كل فيه الخاتمة في الآخر. هادي شناهي دابا؟ هذا سيدي واحد السيد طلب مني هذا حجر سيدي موسى ديال الجيدة أحسن واحد في المغرب. حجر ديال سيدي موسى؟ سيدي موسى أحسن واحد. علاش كيقولوا لي ما كاينش شي واحد في الجيدة كيخدموا إلا هاد ديالي. وعلاش كيقولوا لي حجر سيدي موسى؟ لأنه خاصك الماتريال ديال الرخام بغيت تخدمو. لا التسمية ديال سيدي موسى هو اصلا شي بلاصه بسيدي موسى. سيدي موسى بلا الارض ديال سيدي موسى هذا الارض ديالو. ولكن هو من الفصيله من الجمال سبحان من خلقه. هذا غادي يكون في القبه عزري في القبه الفوق مولاه تشاه شي جاب لي موديل صغير جاب لي هذا العام هذا غادي يبقى مازال ما وريتكش القباله ديالو شتي غادي غتكون من تحت ولا الفوق؟ المشكل اللي عندكم في هذه الحرفه هذه هي انه الغفل طارت عينك. لا هي السرقه اللي طاحت تهرس. الرخام امانه. الرخام والحجر امانه. هو فات في الصلاه راه تيكدير في الصلاه. صعيب هذا باش تخدم هذا راه الله قدام هذه واحد في فرنسا. هذا العزري ديال القبه.
هذا العزري العزري اللي كيكون فوق الراس ديالو فوق با هو اللي كتب العزري بغاه هو حلو جابوا لي اخدي دوك السيف هذه في النحاس هاد واحد بيكون في النحاس كريم تصور لي فهاد العبارة قال هاد العبارة عطاني الهيكل صوتي صوتي تبارك الله عليك الله هو عنده داكشي في الدم صراحه غزوة بعد حصل ديال البلاصه يعني دابا بدا الجيل كيطلع يعني الصوار يلا بداو يطلعوا تما كل واحد فين دار كتشوفها واحد دار الاخر هما الناس دابا هذا اللي قدامنا هنا اشنا هو هذا باب المقرنص مازال خاص الزواق من هنايا هذا واحد الزواق غريب كيتسمى مخبل العقول غندخلو هنايا لان مخبل العقول مخبل العقول يعني غيكون شي زركاشه غتكون في الشكل ديالها جوج جبت من القصر ديال اكادير هاد البلاد هاد البلان هذا انا ما جبتوش من هنايا هذا غيكون مخبل العقول هنايا وهنايا غيكون واحد العمل ما كيشبهش لهاد العمل ثاني اللي هنايا وهنايا غيكون كتبه كتبه غريبه من النوع ديالها غريبه على تقدر تعمل الحوايج اللي كيخلوك تريح ما تبقاش متعوب الله دابا هاد الحوايج هادو ملي كتكون جاي من العمل انا عندي جوج حوايج انا عندي هاد الفكره اللي كنتكلم عليها دابا وعندي فكره الماء فكره الماء ملي كتدخل للدار كتجي من العمل كتدخل للدار كتاخذ تيليكوموند ولا كتفرغ اللانكاسا كتفرج الماء عندي واحد الكليان واحد المعلم بلومبي كيركب لي الماء ديال الماء اللي السقايه اللي شديتها كيبرعني في تابلومبي ديالو واحد بشعيب يا بشعيب ما شكرتوش فضلتو قدامك اخي هاد شعيب من نهايه مع البيت سميتك كتبها في الماء كنت مغادي الساعه اللي كطفي التليكوموند كتطفى ديك الاسم ومني كيكون تخدم المهم الاسم ديك حوالي جاري من الماء ما الماء خدام الاسم المائي هذا شعيب سمعت لي غير كتجيبها في الريح ديالي في هاد والماء ثاني انواع كيفاش بغيتي هاد الماء يتكب عاد زائد الماء واش بغيتي ازرق ولا احمر ولا اخضر ولا ابيض ولا شوف هنا انا كتبان عندك تجربه كاين دوزتي مده طويله في المجال كاين هذاك ماشي غير هاد واش عندك شي خلاف اللي غيشد المشعل ما كاينش لا انا تصور الانسان تصور تقول الخدام معايا بزاف ديال الناس ولكن راه وحيد هل مشيت بغيت نشد الجامه ديال عمر فاروق مشيت ما لقيتو كله عامر بالشفار الشانطي هو هما اللي جاو عندي هنايا قالوا لي الجامه مشينا عبرنا مني مشينا عبرنا تقريبا خرجت لي مشي شي 36 مليون خرجت لي ديال وكنا غنديروا واحد العمل يا ودي اخي قلنا لي خلينا نبرعوا الجامع من اكبر المساجد في الجيده عمر فاروق راه كاين ورا لي سيوم ورا السعادة راه كان في الاخر ما بقاش السماء كنا غنضربو السماء كنا غنضربو السماء خدناها سيدنا منها خدنا ليها كتف ودرج اش كيتسمى هذا؟ كيتسمى كتف ودرج وخد الهيئة ديال الإنسان كتف ودرج هو الهيئة ديال الإنسان البلان ديال الإنسان كتف هادو بجوج هذا هو الهيئه البلان ديال الانسان كيفاش مخو من هاد الراس ديالو ديال القدم ديالو الشيم هادي الشيم ديال الانسان كيتسمى كتف ودرج كاينين تسميات على هاد الحساب هذا فهادشي ديال عندو حوايج جدود ماشي ديال الناس شي تسميات كثيرة حوايج خلوهم الشوب الله يرحمهم كاين هذا واحد السبع تا هو فينا هو هاد السبع هذا؟ تا هو نشوفوه؟ تا هو بديت فيه تا هو ما كاينش كليان وخليته واقف لهنايا ما عنديش ليه سير وإلا كان السبع ديال إفران لا هذا السبع ديال الغزوة لا خوك واحد فريت تباع ليا تباع هو اللي مشى ناضي هذاك مشى دا كوميسير في قابل الدار بدا الدار لا ولكن من شي حاجه مزيانه هذاك شي حاجه يعني كاين لوحات كيف كنشوفوا خاص غير اللي يشري ويزين المنزل ديالو زيت ثاني في الخدمه ولا الحدائق كيف سمعنا من السي السفياتي انه يكفي ان الانسان يجيب ليه الموديل اللي بغى وهو غيبرعه
بون دير ولا عارضين لنا اش باغي يديروا هو كاع بلا بلان كاع. اييه يعني كيف تبعنا مع السي سفياتي راه فنان ستيليست موديليست كيدير يعني كاع جميع الامور اللي كتعلق بهذا الفن اللي عنده الراقي هو كيصمم هو اللي كينجز هو اللي كيدير الاعمال الشاقه. اذا هنا خاص الناس باش تشجعوا الا تجي تشري من عنده ولا تكوموندي من عنده حويجات يوجدهم ليهم.